السلام عليكم. انا تنقدم لك السميه ديالي نفضل محمد من دوره المنصور. انا ساكن في فادوز، انا كساب، انا حنا مضرين شويه من جهه العلف، تنشري العلف غالي. ومن نسبه الكورونا تنقولوا العيد يكون العيد ما يكون. ساهم من سمعنا السيد الوزير الفلاحه قال العيد يكون، ولينا تنشري العلف، واني العلف غالي علينا شويه غالي. تنشري الشمندر، تنشري النخاله، تنشري الشعير، تنشري مزقور، وتنشري واحد العلف مخلط. انتم تشوفوا راه وريت لكم. انا دابا سيرت على شهرين شي مليون ونص تقريبا، لا شي مليون ونص قل شي حاجه، ما المهم مليون ونص تقريبا. وتنشري الفصاب ب 50 درهم، 50 درهم 1100 البالا. شحال كيدير لكم هذا العلف تقريبا؟ شحال كيدير لك ديال الوقت؟ على حساب اش، على حساب شحال تنعطي النهار. شحال تعطي النهار؟ تنعطي النهار تقريبا شي 8000 ريال تياكلوا في النهار، ولا 10000 ريال. يعني الراس؟ لا 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 المجموعات، هذاك الشيء اللي عندي ديال القطعه اللي عندي تاكل 8000 10000 في النهار. شحال عندك من الراس؟ عندي شي 30 دابا الراس انا. المهم الكسابه حنا مضرين بزاف. واش ما كانش عندك تخوف وانت يعني كاين الاحتمال يقدر يكون العيد يقدر ما يكونش؟ لا دابا واحد شكون اللي فرحنا شويه، تولينا زعما في زعمنا في العلف شويه. جاوا الناس، جا واحد الطبيب واحد رقم لينا ترقيم، وسمعنا الوزير الفلاحه قال اودي راه غادي يكون العيد، ولينا شويه زعمنا. ومن النهار الاول ما، ولكن كنا تنعلفوا ثلاث شهور ولينا عرفنا شهرين. دابا شهرين اللي بدينا في العلف. والشهرين كافيه بالنسبه للحولي باش يكون نيت؟ كافي، ولكن ولينا ذاك الشيء اللي كنا تنعطيه في ثلاث شهور شويه شويه، ولينا فرسينا دابا العلف مزيان. وشحال تقريبا ديال الوقت وانتم عندكم التردد التخوف على شريتي على شريتي العلف؟ المهم تخوف من اللي تخوف قبل ما هضر الوزير الفلاحه خفنا. ملي سمعنا الوزير الفلاحه هضر قال ودي دابا كسابة مضرين شويه العيد يكون، ولينا زعمنا شويه. ومن النهار اللي ما هضر الوزير الفلاحه خنا تنقولوا حنا يكون العيد ما يكون، وحنا العرف تنشدها في الكريدي. كاع الكسابه راه الكريدي باش عايشين، يشدوا العلف بالكريدي من العيد حتى العيد. وكاين اللي تيشد البهيم حتى بالنصيب حتى العيد. علاش النصيب؟ النصيب دابا تيشريو، دابا تيشري واحد البهيم الواحد هذاك راس مال باين والعلف باين، ولا الا شات شي حاجه تيقسمو، ما شات حتى حاجه راه اللي خدم راه ما داو والو راه مسكين. ما عاونوكمش من الخطاب ديال الوزير؟ ما عاونوكمش يعني بدعم يعني في العلف؟ الشعير، الشعير اللي شنا، الشعير شدينا الشعير ب 40 ريال الكيلو. الشعير شدينا الشعير. شديتو بثمن ب 40 ريال يعني شريتو؟ شرينا الثمن ب 40 ريال. يعني ماشي دعم هذا؟ هذا الشيء بقى اللي كاين، قال لك ديال الدعم حنا قيدنا اللي حاطين القيد، سنينا سنا القيد ومشينا خلصنا. كل واحد هز ذاك الشيء اللي هذا الشيء اللي كاين. وتنطلبوا من المسؤولين يعاوننا شويه، حنا راه مضرونين بزاف من ناحيه العارف بزاف بزاف. والله ينصر سيدنا، وهذا الشيء اللي تنقولوا. والله يحد هذا الباس هذا، الله يعفو من الجميع، الله يحد علينا هذا الوباء. راه هذا الوباء تتخلع شويه. النوع ديال الكسيبه اللي كانت في هذه المنطقه، بشنو النوع اللي مشهوره به؟ مشهوره هنا فادوز ناحيه بني ملال، انا القضيه الوطا سرتيه والقضيه الجبل الفوق هذيك الحمراء، هذيك الماركه الحمراء هذيك ديال الجبل حمرة الوجه، وهما هذول اللي هنايا السرتيه. تيكون عليهم اقبال؟ اقبال كاين اقبال، اقبال كاين الحمد لله اقبال. الا كاين دابا العيد كاين اللي قبل تبارك الله، كاين الكليان، كاين احنا تنعلفوا العلف زين، ماشي شي حاجه اللي تنعلفوا العلف زين. دا الناس تيجيو للديور تيديو
الاسم ديالهم حتى النهار يقرب لي تيجي تيديه فيما ديالو. شنو العلف اللي كدير هنايا؟ كندير اخويا تندير الشمنظر تندير النخاله كندير الشعير كندير المزقور كندير واحد العلف مخلط راه فيه الخروبه في كل شيء من المواد وتندير الفصه. الكسيبه كتبان لي عندك عناج وشنو كسب عناج؟ انا كسبها عبورات. عبورات شنو هما العبورات باش توضح للمشاهدين شنو هما العبورات؟ العبورات دابا تندير هذوك العبورات صغارات اصلا الحليب تنعلفهم تنعلفهم هذوك مزيانات بحال العبورات بحال الحواله بحال بحال ولكن كاين اللي تيدير الحواله وكاين اللي تيدير العبورات. انا ما عنديش بزاف المسافه خصك تعزي العبورات وتعزي الحواله الا جيتي تخلطيهم لا ما غاديش. حنا لابد دابا شهر من العيد الى هاد العيد ما قالوا ما كاينش. الا قالوا ما كاين احنا مضرين احنا مضرين صافي ما احنا خاسرين بزاف. ايوا نوع الضرر اللي مضرين يعني كيفاش الشعور ديالكم غتكونوا مضرين؟ انا هو احنا مضرين شدينا العلف بالكريدي كل واحد ضمع العيد يخلص صحابه مول الكريدي يشد فلوسه مول المحاين ده هو يدي شويه ديال المحاين ديالو. الا ما كاين العيد راه حنا مضرين صافي. دابا ما تبعوش يبقاو حتى العام الجاي ولا؟ الا ما بعناش راه يبقاو حتى العام الجاي وتزادوا في المصاريف احنا نولي نخرجهم ونسرحهم وما كاين فين تسرحهم. ما كاين حتى هذا العام شويه جفاف ما كاين والو. احنا غادي نضطروا بزاف وتنطلبوا من المسؤولين يعاوننا شويه ويكون تنطلبوا من المسؤولين يعاوننا شويه مع الدعم هذا راه حنا مضرين بزاف. والله ينسر سيدنا والله يعاون والله يحد علينا هذا المرض. السلام عليكم. تنقدم الاسم ديالي بوشعيب الدهيمه تنسكن في دوز. شي بهيمات عندي شنو نقول لك الغالب الله راه ما عندي لا علف ما عندي حتى حاجه باش نعلف راه مص باش نعلف مالف تنعلف ودابا راه ما عنديش باش نعلف فهمتيني ما عنديش الامكانيات باش نعلف انا اصلا ما عنديش فلوس باش نجيب العلف. العيد ما كاينش العيد في الاول العيد قالوا في العيد في الاول قالوا ما كاينش طادس ليا واحد 3 شهور عاد باش قالوا لك راه العيد راه كاين. بالنسبه باش نوضح حنا نعلفوا ما نصيبوش جد كيفاش نعلفوا الشهر هذا ولا الشهرين ما غاش نصيبو ندركوا حتى حاجه للعلف فهمتيني ما مخرجانيش وخا حتى علفت غنخلي الخطيه من جيبي ضروري ما نخلي الخطيه نخليها فهمتيني. ولدني دابا انا تا انا هذا الشيء علاش ما علفش راه ما عنديش الامكانيات ديالي. اللي عندك تيديروا العيد شنو المصير ديالهم؟ المصير ديالهم كاين اللي غتعيش كاين اللي غتموت كلها واش فهمتي كاين اللي غتموت كاين اللي غتبقى عايشه. وبالنسبه لي راه انا ديما عندي خساره ديما خاسر. هذه الا مات ليك وحده راك خاسر بقات عايشه راك خاسر حقاش راه ما عندكش كدير تعطيها الماكله. راه نبيعو ب 4000 لا شحال بغيت تجيب لك 4000 شحال نجيبو دابا حنا نجيبو شاق نبيعو 4000 ريال استفدنا منها ما استفدنا منها والو ضيعناها وضعنا حتى حنايا ما واكلين منها حتى حاجه اخويا. تنطلبوا من الله من الدوله تعاوننا اخويا واحد شويه وصافي هادشي اللي كاين. نطلبوا من والله الله ينصر سيدنا يجي يشوف عاد المجتمع عاد الناس القصار يجي يشوفهم واحد شويه. اما الناس اللي عندهم هذوك عنساهم عليك. اما الناس اللي كاينين لتحت جيهم اللي غتشوف لتحت ان شاء الله. الله يحفظك. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناه الصحيفه 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.